ممثل مسرحي وسينمائي ومخرج وشخصية متألقة ومثيرة في الدراما التلفزيونية، مخرج جريء في المسرح والسينما وصاحب أدوار مركبة وصعبة وعميقة. درس فن النحت وتخرج من كلية الفنون، وعين أساتذته عليه بانتظار أن يبدع أعمالاً نحتية مهمة، فإذا به يغادر عجينة النحت ليعجن بيديه اللغة والشعور وينحت الشخصيات المعقدة والصعبة على المسرح وأمام الكاميرا. في رصيده السينمائي عدة أفلام، منها الكومبارس، صعود المطر، الكواكب، نسيم الروح والمتبقي، وأخرج فيلمين سينمائيين قصيرين. في المسرح أنجز أعمالاً عديدة، لكن الدراما التلفزيونية التي اختطفته إليها أهدت لمحبي فن التمثيل طاقة إبداعية هائلة سرعان ما هيمنت على عقول المشاهدين وقلوبهم. مسلسلاته الدرامية أشهرها خان الحرير، سيرة آل الجلالي، أحلام كبيرة، قانون ولكن، الخوالي، الفصول الأربعة، أزير سالم، ليالي الصالحية، وعصر الجنون. برز جانب آخر من أدائه في مشاهد من أعمال بقعة الضوء وعالمكشوف، وهي من الأعمال التلفزيونية الجريئة التي عرضت واشتهرت في السنوات الأخيرة. قاص وكاتب ونحات ومخرج للمسرح والسينما ذو رؤية حديثة، ولديه مجموعة قصصية بعنوان نص لص، ويحلم بكتابة رواية. من هنا شبهه البعض ببازوليني، وهو نفسه لا يخفي إعجابه بالسينما الإيطالية. اختير عضواً للجنة التحكيم في مهرجان روتردام السينمائي، ونال العديد من الجوائز الرفيعة. وفي العام الماضي اعتبرته بلاده سوريا الممثل الأول من غير منازع. ضيفي الذي يصعب اختصار تجربته بكلمات قليلة لما تحفل به رحلته الفنية من إنجازات هو الفنان الكبير بسام كوسة. يا هلا فيك معنا. شكراً جزيلاً. نرجع إلى الطفل بسام وهو في السادسة، والفقد الأول حيث فقدت الوالد وكفلتك أمك وأخوك بالتربية. ما الذي تركه غياب الأب؟ طبعا غياب الأب هو غياب قيمة بالدرجة الأولى، ولكن شاءت الظروف أنه كان حظي جيد بوجود أم ذات وعي عالي وأخ ذات ذو قلب كبير، فرمموا هذا الفراغ. وكطفل ممكن أنه يكون الزمن كتير قصير لنسيان المأساة إذا كان في هناك مساعدات كبيرة محيطة فيه، وهذا ما حصل. الحالة التعبيرية الأولى ربما كانت الرسم والنحت، يعني تحديدا كيف وصلت إلى النحت أو كيف تخصصت في النحت فيما بعد بكلية الفنون يعني الجميلة؟ يعني هو الرسم بشكل عام هي جزء من تكوين الطفل أينما كان. يعني دائما الطفل يحب، يبدو بغريزته أن يمارس هذا الفن البدائي اللي هو له علاقة بالكشف بالخط، ماذا تفعل الإيد عندما تتحرك. فهو ليس هناك حالات استثنائية، الأطفال جميعهم تقريبا يرسمون، ولكن في المجتمعات بشكل عام هناك الظرف الموضوعي المحيط، المدرسة، الشارع، الحارة، المؤسسات، فإما أن يكون الظرف الموضوعي مناسب لرعاية ويطور هذه الموهبة ويرعى هذه المواهب، وإما يقضى عليها، وفي أحيان كثيرة يقضى عليها في مجتمعاتنا في دول العالم الثالث أو الثالث عشر يمكن يكون. فدائما في هناك ظرف ذاتي اللي هو تكوينه للإنسان وتربيته وحساسيته وكيمياؤه، وهناك ظرف الهام أيضا، وأنا أعتبره أكثر أهمية، هو الظرف المحيط والظرف الموضوعي الذي يمكن أن يرفض ويساعد ويحمي هذه الطاقات أو
يتجاهل لأسباب عديدة، منها الفقر، منها الوضع الاقتصادي، منها الجهل، منها الأمية، منها كذا. فهذا يؤدي إلى أن تحزني، لأنه يوميا بتحسي أن هناك في أطفال تموت مواهبهم لعدم الاهتمام. نعم. وجدت نفسك في النحت يعني في البداية، ويعني ربما استشرف الأساتذة بالمعهد بأنك ممكن تكون يعني مبدع في هذا المجال، وقد تخرجت بجيد جدا أعتقد، صح؟ يعني كان ممكن يكون لك مستقبل بالنحت. يمكن الجانب الذي يخفى على المشاهدين هو النحات بسام كوسة، عرفوك ممثلا. لماذا طبعا جذبك التمثيل أو عالم التمثيل بعيدا عن النحت؟ هلأ فن التمثيل هو يأتي متأخرا، يعني بفترة بعد المراحل الأولى للرسم. الرسم مثل اللعب الآن، فالتمثيل هو يقترب من اللعب الأكثر وعيا، يعني بحاجة لأنه الطفل أو الفتى أو المراهق أو الشاب أنه يمر ب يعني كم من المعرفة. احكي لنا عنك على الصعيد الشخصي بسام، كأنك يعني تتكلم عن شخص غائب. لا، احكي لنا عنك المراحل، كيف طلعت من النحت إلى التمثيل إلى هاي المراحل، كيف هو ما في مراحل، هي الأمور تندغم ببعضها وتشكل بانوراما للبني آدم. يعني هو لا دخلت بالنحت وطلعت من النحت، ولا دخلت بالتمثيل، يعني هي عبارة عن بانوراما وسيرة، لوحة فسيفساء مرصوفة، كل واحد فينا هو عبارة، كل إنسان هو عبارة عن رواية كاملة. نعم. فيها مجموعة تفاصيل. طيب، ومجموعة فصول. إذا جاز لنا، شو السحر اللي جذبك يعني في التمثيل؟ شو الشيء الموجود في عالم التمثيل واللي ما وجدته بالنحت؟ ربما ما حصلت على الامتلاء الكافي أو يعني. لا هو ليس امتلاء، هو القلب وما يهوى. يعني هلأ أنا مثلا بديت روح، يعني أخي يأخذني إلى السينما، إلى المسرح، إلى يعني كان في فرصة أن أشاهد هذه الفنون. فصدف أن ذهبت، يعني أنا كنت لسه بالإعدادي لأول مرة، غير السينما المسرح اللي بتشوفيه بالتلفزيون، هذا شيء آخر. فحضرت مسرحية في حلب، وكان في ظرف مناسب لأن يكون في له تأثير نفسي علي، وهو إن هو كان جو شتائي وماطر وبارد وكذا، فبدي أحضر المسرحية. فدخلت وإذ المكان دافئ وحميمي وودود. فترك عندي انطباع من الإلفة هائلة، الدفء الموجود في المسرح، دفء إنساني هائل. وبديت الشخوص تتحرك على المسرح، هذا الشيء مدهش مدهش كان. فأعتقد أنه يعني هي التطش الأساسي الأول، أنه حيوية وحرارة وحميمية المكان وما قدموه هؤلاء الناس اللي هن الممثلين، وهن في نص، وهن في إخراج، وفي إضاءة، وفي مجموعة تفاصيل يكتشف لاحقاً الواحد وما بيكون بيعرفها. فهذا الموضوع يعني هيك ترك في نفسي أثر كبير. ومن ثم بدأت بالمسرح المدرسي، بمسارح الهواة وكذا وكذا وكذا. وبعد حصولي على الشهادة الثانوية ذهبت إلى مدينة دمشق، كون في كلية الفنون في دمشق، وعملت في المسرح الجامعي، وبدأت أعمل في المسرح بحالة الهاوي، بحالة الذي يبحث، المتفاجئ، مع الدراسة في كلية الفنون الجميلة. هلأ في فرق أنه لم أقرر، يعني أنا بشك أنه واحد هو قرر يعني ذلك. الدنيا تأخذ الإنسان أحيانا ويعتقد نفسه بأنه هو اللي مقرر. وبرافو، يعني ربما الصدفة لا تخطئ يعني أهدافها. ممكن هذا الشيء، ممكن هذا الشيء. فأثناء دراستي بالفنون الجميلة وأنا أعمل بالمسرح، وهذا يعني متن الروابط بيني وبين هذا الفن. وبدأت أقرأ مسرح أكثر، وبدأت أشوف مسرح أكثر، وبدأ المسرح يكون بالنسبة لي أو فن التمثيل يأخذ الحيز الواضح في حياتي. هل يحضرك فنانا ما، مخرجا ما، توسم فيك الفنان وقال لك بسام لا أنت ممثل أكثر من نحات؟
تكون ممثل؟ والله أنا لم يتوسم فيني أحد شيء يعني بالعكس كان في هناك يعني من شجعك لا هو مشان كون أنا مصداقي تجاه الشيء اللي عم بقوله يعني بالحياة أنا لا أثير الانتباه هكذا كنت يعني الرجل ليش هذه القناعة؟ الوسط لا هو هكذا كانت يعني لأنه في ناس كانوا بالمسرح بيعملوا عم يضوا بيبرقوا بيلفتوا النظر للمخرج بيلفتوا النظر للناس أنا بالنسبة لهذه الحركة يبدو أنا غير يعني شخص غير اجتماعي كثيرا يعني أنا شخص غير اجتماعي يعني ما كتير ديناميكي بالحياة الاجتماعية ممكن يكون منزوي كثيرا يعني ممكن يكون لحالي ممكن كذا فلا أثير الانتباه وهذا حتى لما كنت بالمراحل المدارس وكذا بعرف حالي أنا طبيعة هدوء شخصية يعني هو هيك تكوينه الواحد يعني هيك كيمياءه للواحد نعم فحتى في مخرجين يعني ما كان بيعتبروني أنه إلي علاقة بقصة المسرح ولا التمثيل ولا بجوز في ناس لهلا يعني ممكن ممكن ولكن كان في هناك عندي رغبة دافعة الحب أنا أحب هذه المهنة بس الحب لا يكفي الحب بحاجة أن تقدمي له أضحيات شو هي هي البحث والاطلاع والقراءة وتطوير أدوات التعبير لأنه هي مهنة معرفية أصلا نعم. ولذلك أنا لما بقول أحيانا وأنا صادقا بما أقول أنه في بالوسط الفني ناس موهوبين أكثر مني وهذا ليس معيب ولكن أنا أعمل أكثر منهم على نفسي يعني أنا أتعامل مع هذه المهنة بجهد أعتقد أكبر بكثير وبالتالي هذه المهنة تحتاج الوعي إلى جهد والمسؤولية طبعا هذه المهنة بعتبر أن الموهبة فيها مثل اقتنى واحد أحدث سيارة بالعالم وركنا مع جنب وما حط له وقود ما فعل هذا الموهبة ما حط له وقود فهي تبقى جميلة إلى أن يتآكل الصدى وتحترق فهذه المهنة مهنة معرفية مهنة بحث مهنة شك الإحساس بالشك بأن ما أقوم به هل هو صحيح أم منقوص فأحيانا يقع الفنان في مطب أنه ما أقوم به هو الكمال وأنا المبدع كلامك جميل جدا فيقف عن حدود تقتله المخرز في ليالي الصالحية لعبت دور الشرير في هذا المسلسل لكن هذا الشرير سرعان ما يتحول بعد ذلك إلى إنسان سوي أو لنقل يعني يرجع إلى الحق والعدل والتوبة في نهاية الأحداث تقريبا بالمسلسل هل هذا الانقلاب ممكن نقول في الشخصية واقعي في نظرك؟ ليس بالضرورة ليس بالضرورة يعني هو ممكن بس هو في حل سميته المصالحة المصالحة مع المشاهد المصالحة مع الشخوص الأخرى داخل العمل بمعنى الآخرين أقرباء وكذا و خلوا الناس تعيد مبسوطة وهو أكثر دور يمكن في رمضان الماضي أخذ يعني حقه من يمكن حتى الأجواء نفسها نعم. يعني أجواء الحارة الدمشقية وبعدين دورك الأبضاي الشرير كيف تم اختيارك من قبل المخرج صح؟ بس يعني هو أنا في تجارب بيني وبين الأستاذ بسام الملا وتجارب أنا بعتبرها هامة وبحترمها إن كان بليالي أيام شامية ولا بالعبابيد ولا بالخوالي أو بالتجربة الأخيرة اللي كانت هي ليالي الصالحية ففي يعني تعاون سابق بيناتنا وتم من خلاله التعاون الأخير يعني إيه لكن الكاركتر نفسه يعني كيف وجدت الكاركتر يعني إنه هو يعني هو صعب هو دائما هو دائما في تصورات عند المخرج وفي تصورات عند الممثل وبيلتقوا احيانا بنقطه واحده واحيانا يفترقوا ليلاقوا حلول بين بعضهم فهذه الشخصيات تقريبا تعتبر شخصيات نمطيه يعني الابضاي بالحاره بدايه القرن العشرين في دمشق او الزقرتي بسموه او المختار او يعني كل هذه الشخصيات شخصيات نمطيه يعني كانها لها توثيق معين
ولكن في هناك ممكن إضافة شيء من الروح يعني لإلغاء المتحفية عن هذه الشخصيات. فتتم دراسة الشخصيات وما تتطلبه، لأن أنا بعتبر دائما أنه أي شخصية ممكن التعامل معها تتحدث، يعني الشخصية هي تطلب منك ما يجب أن تقدميه لها، مو أنت تفرضي علي، يعني مو الممثل أعتقد ذلك. يعني ليس مفروض على الممثل أن يفرض على الشخصية قناعاته. طب كيف ممكن؟ فدائما يعني الشخصية هي إذا كانت مكتوبة بشكل جيد ونبض عالي وبحالة درامية صحيحة وقوية، هي تطلب من الممثل أن يفعل كذا ولا يفعل كذا إذا كان يستطيع أن يسمعها. فهذا هي تقول لك افعلي ذلك ولا تفعلي ذلك. نعم. يمكن دورك الآخر في عصر الجنون، مسلسل عصر الجنون اللي شاهدناه مؤخرا، دور المدمن يعني. نعم. الأب المدمن، كيف توصلت ممكن نقول إلى مفاتيح هذه الشخصية؟ هل عايشت مدمن؟ هل يعني قصدت مثلا دار للمدمنين؟ هو كل شخصية إلى آلية في التعامل معها. يعني هلأ إذا كان بدي أنا ساوي شخصية فرضا تاريخية مثل فرضا شخصية الكواكبي، فهي إلى مفاتيحة. نعم. يجب علي أن أذهب إلى الكواكبي كمؤلفات. نعم. كسيرة ذاتية، ما كتب وما كتب عنه، ودراسة المرحلة التاريخية وكيف صاغت نفس هذه المرحلة ومن هم كانوا مؤثرين فيها وكيف طلع الكواكبي من ضمن هذا. نعم. هذا المكان. سنرجع لاحقا إلى السينما والكواكبي. ايه؟ دور المدمن تحديدا، وكان مقنع كثير. ايه؟ حتى في مشاهد قاسية يعني، وخصوصا مشهد اللي كنت تتعاطى فيه مثلا في على أرضية الحمام. تماما. تلعق تماما. هلأ هذه آفة في مجتمعات في المجتمعات في كل الدنيا على فكرة، ويجب أن لا نخجل من الآفات الموجودة وإلا من غيبها. فهذا العمل أو الدراما بشكل عام مثل الصحافة، مثل الدراسة، مثل الطب النفسي، مثل الطب يجب أن تلقي الضوء إذا كان في هناك آفة في المجتمع لتداركه ولعلاجه. والأعمال التلفزيونية واحد من مهماتها هو إلقاء الضوء على مسالب المجتمع. نعم. تقول ليس تشفي ولكن لكي تعالج من قبل المؤسسات المعنية. نعم. وقلت في هذا الصدد ربما تقول أنك لم تجد لشخصية المدمن معادلا طبيعيا وصادقا في الدراما العربية. يعني شو هي الملاحظات اللي كانت عندك في تناول يعني التناول السابق ممكن نقول لشخصية المدمن في الدراما؟ يعني شو الإضافة وشو النظرة؟ برأيي أنا ليس فقط في شخصية المدمن، حتى إذا بسوي شخصية مخرج أو فنان تشكيلي، فبيطالعوا لك فنان تشكيلي واحد جاني مثلا انه عنده في مشكله في كاركتر كانه نمطي ثابت، انه مخرج بده، انه مخرج حاطط قبعه وصفاره وكذا ومجنون كل الوقت، هي ليست كذلك. يعني هذا بيصير في مبالغه. نعم. في يعني اوفر بلا طعمه. حتى بقى بالشخصيات الاخرى، بالشخصيه ان كان مدمن ولا كان مجرم ولا كان يعني دائما في هناك رغبة أو حسب طاقة الناس. يعني أعتقد واحدة من مشاكل التمثيل العربي أننا نمثل داخل التمثيل. يعني الجريمة مضاعفة. فهون دائما لا يقنعك إذا ما كان في شيء إنساني بمعنى الواقعي بالمعنى الحقيقي. هذا له علاقة بأدوات التعبير، هذا له علاقة بالفهم بدماغك كيف حلل القصة. يعني دائما أنه في مشكلة المخدر، طيب هو من المفترض أنه أعرف إذا كان هذا المخدر شو تأثيره وإنعكاساته على الجملة العصبية وعلى السلوك. نعم. وكذا. ففي أطباء وفي مراجع طبية وفي ناس ممكن واحد يسأل عنهم مشافي أو كذا، يراقب، يروح يدرس، يشوف يعني كيف ردود أفعالهم، كيف جملتهم العصبية بتكون، كيف بيتعاملوا مع المفاهيم، كيف ردود أفعالهم بتكون. فهي كلها بين يدينا، بس بقى هو هون بقى صفة، هل تبذلين هذا الجهد تجاه هي الشخصية أم بتساوية أنه والله أنا بعرف. نعم. فنحن العرب كلنا بنعرف يعني ربما أتقنت الدور لحد الظرافة أحيانا، يعني المدمن الظريف اللي كان فيه هو بني آدم. نعم. هو في بني الأخير آدم. يطلع منه يعني. ولكن الهدف الأعلى من هذا العمل بالنسبة لهذه الشخصية الدور هو
إلقاء ضوء على مسالب هي الشخصية، إنه انظروا أيها المجتمع ماذا يحصل بالإنسان إذا كان تلبسته هذه الآفة وهذا المرض. ممكن ينهار ويتحول إلى واحد يعني غير فاعل ومهمش ورديء وغير اجتماعي، يعني هي كلها رسائل للمجتمع. نعم، الجمهور اعتبرك الممثل الأول في سوريا من خلال دورك في مسلسل عصر الجنون حسب استبيانات، بينما لجنة التحكيم اعتبرتك الأول من خلال دورك في مسلسل أحلام كبيرة. أي معطيات تعتبرها الأقرب إلى ما تؤمن به أنت بين المسلسلين، خصوصا هي المسلسلات الأخيرة التي شاهدناها في الفترة الأخيرة؟ يعني طبعا هذا الشيء مرهون بالصدفة أحيانا، يعني أنا هذا العام أو العام الماضي كان بالصدفة أنني عملت بعملين أو ثلاثة. هذا العام مثلا عملت في عمل واحد، العام القادم قد لا أعمل ولا عمل، أو قد أعمل ثلاثة أعمال يعني. وهناك ممثلين في الوسط الفني والثقافي في سوريا على درجة من الأهمية، يعني ممكن في أي سنة يكون في هناك عدد كبير من الممثلين اللي بيستاهلوا أن يكونوا هن الممثل الأول ضمن استفتاءات قوية وحقيقية وحميمة وصادقة من الجمهور أو من لجان التحكيم. طيب، ولكن الصدفة أحيانا أنه صدف أنه أنا عرض لي ثلاث أعمال هذا العام مشغولين بطريقة لها خصوصية معينة. نعم. لها مصداقية معينة عند المطلق. بعيدا عن الشخصية أو الدور النص نفسه المسلسل، يعني عصر الجنون مثلا، ألا تعتقد أن في جانب، يعني مع احترامي للأفلام الهندية، كان في نوع من المبالغة يعني حتى صحيح بالنص والمعالجة نفسها الدرامية، ما تلاحظ ذلك؟ صحيح، هو هذا الشيء موجود موجود. هلأ هو المشكلة وين؟ أنا مثلا شخصيا لست ضد الميلودراما، نعم، لأنه هي مدرسة بالفن، والميلودراما عندما تستخدم وهي قريبة جدا إلى الجمهور، يعني هاي يعني الملاحظ ربما، ولكن عندما تستخدم بالشكل اللائق والحقيقي فهو فن كتير كبير، هو لا يقل قيمة عن الكوميديا أو التراجيديا أو الميلودراما. فن قائم هل ذاته. هل تم التناول؟ ولكن أنا أوافقك الرأي أنه في هناك جرعة من الميلودراما كانت بحاجة لدراسة أكبر. أنا برأيي تم يعني مناقشة هالموضوع مثلا، هل تمت المناقشة طبعاً كان من قبل كان الأستاذ، ولا نحيي طبعا هاني السعدي والمخرج طبعاً، هل كان في مثلا حوار مفتوح بينكم؟ طبعا هو دائما من ميزات الأستاذ هاني السعدي الكاتب اللي بشوفه أنا كاتب متجدد دائما وكاتب نعم مهم، من أهم ميزاته أنه يصغي إلى الحوار، حوار الآخر. جميل. يعني في حوار دائما بينه وبين المخرجين واللي بيعمل معهم، إلا في حالات استثنائية قد لا يوفق يعني أحيانا بالحوار، ولكن هو دائما مفتوح ذهنيا إلى حوار الآخر، إن كان ممثل وإن كان مخرج وإن كان وجهة نظر. يعني دائما يتلقف الأستاذ هاني الملاحظة بشكل كتير إيجابي، فإذا كانت تخدم الفكرة وتخدم النص لا يخجل نهائيا من تبنيها. جميل. فهذا الشيء أنا برأيي قد يوصل إلى نتائج جيدة وقد لا يوصل، ولكن أهم من ذلك هو المبدأ، أن يكون في هناك مؤلف يصغي إلى آراء الآخرين، لأنه نحن أحيانا ما بنقدر نحصل دائما على كتاب من هذا النوع، أنه يسمعوا رأي الآخرين، دائما يكتبون ويعتبرون ما يكتبونه هو مقدس. نعم. وهذا الشيء أنا برأيي بيقلل من القيمة، خصوصا علاقتك مع الكتابة، يعني لك علاقة مع الكتابة وفي حساسيات ممكن نقول ورهافات معينة مع النص. نعم. سؤالي بسام، في مسلسل خان الحرير ذكرت عن قوة النص، وذكرت أن هذا العمل تجربة مهمة جدا لعدة أسباب، أولها أن النص في غاية يعني ممكن نقول لغاية يعني متماسك جدا، ولما قرأت أحببته جدا، والعامل الثاني أن أتاحت لك فرصة للعمل مع مخرج مثقف مثل الأستاذ هيثم حقي. نعم. بعد خان الحرير في نص شدك غير هذا النص، يعني بعد خان الحرير من أعمال شوفي خان الحرير ذلك؟ خان الحرير من الأعمال الهامة أنا بعتبرها كتير وتجربة هامة أنا بالنسبة إلي كممثل. نعم. وهو صار جزئين. نعم. رح نرجع عفواً للمقاطعة، رح نرجع لنفس الموضوع مع مسلسل خان الحرير ومع الأستاذ بسام كوسة بعد قليل. أدوار الشر لا حول الله أدوار الشر سهلة
السؤال قد يبدو يعني ما أدري يعني إخراج هالطاقة. نرجع لخان الحرير بس هذا المشهد استفزني صراحة خصوصا في الفترة الأخيرة يعني شوي يعني ممكن نقول اتجهت إلى أدوار الشر أكثر لا. صح ولا لا؟ يعني المدير الانتهازي في سيرة آل الجلالي، عندك المخرج البولوني في المتبقي اليهودي، يعني كان في شوي، لكن في الفترة الأخيرة ليالي الصالحية وحتى يمكن دور المدمن شوي كان في نزعة يعني ممكن نقول. لا هو ما كان شرير بس كان ما كان شرير، كان بالعكس يكسر يعني الخاطر بس يعني هي فكرة التعاطي نفسها. يعني هو أنا هذا السؤال إنه أدوار الشر أسهل ولا الخير أصعب؟ أنا برأيي ليس هناك دور سهل ودور صعب. أنا رأيي ما في هناك، في هناك دور يجب أن يأخذ حقه من ألفه إلى ياءه. عندما يأخذ حقه ممكن يطلع بشكل لائق حسب قدراته للواحد. يعني كل إنسان عنده طاقة وعنده أدوات تعبير وعنده ملكة معينة وعنده إمكانية ليقول الدور بطريقة ما. ليس هناك دور إنه والله هذا أسهل وهذا أصعب، ما فيش، ما لم أحس بهذا الشيء. مش هي فكرة السهولة بقدر المتعة أيضا الجمالية في أداء الدور. هل تحس بشغلة يعني هو الأدوار السلبية يعني جزء من التكوين البشري. يعني الإنسان في عنده جزء في داخله، كما هو هناك جزء من الخير هناك جزء من الشر. وبالتالي بيكون للمتلقي في كثير من الأحيان أن يرى الشر ولا يشارك فيه، هذا ممتع بالنسبة له. هل تخاف من نفسك عندما ترى نفسك على الشاشة مقنعا في الشاشة؟ لا 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 لا، لأنه أنا كل ما أعمل به هو مع وعي الكامل. يعني ما في هناك شيء له علاقة بأنه دخل بالحالة. إيه طبعا، طبعا هو كله مع سبق الإصرار، كله له حساباته العلمية أكيد. وإلا ما كان فن التمثيل صحيح دخل في مجال العلم والأكاديميك والدراسات وكذا. واللي لا لا الوهلة الأولى هو يعني ممكن أنا يعني أخذ موقف من سلوك الشخصية، من أفعال الشخصية اللي موجودة في اللي موجودة على الورق. يعني لما تؤدى طبعا أنا بأخذ موقف من الشخصية أثناء العمل. أنا أتبنى موقف الشخصية، يعني ليس لي علاقة بأخلاقها ولا أتبنى أفعالها، أنا أؤدي أفعال الشخصية. ولذلك هو نفس الآلية، تبنيت الأفعال الخيرة نفس الشيء تبني أفعال السلبية، ولكن كيف يمكن أن يمتلك الإنسان القدر الأكبر بتطوير أدوات التعبير عنده لإيصال هذه الشخصيات بمصداقية للمتلقي، لأنه هو الهدف الأعلى. المحصل عودة إلى خان الحرير واللي اعتبرت هذا المسلسل تجربة مهمة جدا في ندوة حول المسلسل بعد ذلك. شو النص اللي ممكن نقول بهرك بعد؟ أنا بالبداية بس يكون في تصليح، أنا لم يبهرني عفوا نص خان الحرير، أنا أعجبت بنص خان الحرير. أنا بيبهرني نص مثل نص لشكسبير مثلا. يعني هاملت بيبهرني. أما خال الحرير أنا أعجب به. يعني بمنطق الأدب عم بحكي. أنه كيف أتعامل مع الأدب كقراءة. هلأ أنا أعجبت جدا، هو يعتبره من الأعمال الهامة لخان الحرير، وتحديدا الجزء الأول، لأني لم أعمل، لم يتحقق بالنسبة إلي نفس التأثير. عندما قرأت الجزء الثاني فاعتذرت من العمل الجزء الثاني. فأنا ساهمت أو شاركت في الجزء الأول. بالنسبة للإبهار يعني أعتقد أنه مرحلة الإبهار ما بقى موجودة. يعني أنا ممكن أبهر بعمل روائي لكاتب عظيم، ولكن أعجب. أما كسيناريو ما كسيناريو يعني هذا الإبهار لم يعد موجودا. هل هذا الكلام يعني بأن ما عندنا كتاب نصوص؟ طبعا هو نعاني نحن في الدراما العربية من مشكلة أساسية هي كتاب النص والسيناريو التلفزيوني أو السينمائي. دائما في هناك مشكلة، لأنه هو الحجر الأساس الذي يبنى عليه العمل. نعم. الفنان بسام كوسة فنان انتقائي في اختيار أدواره. والله مو دائما مو دائما مقل صح؟ يعني من بين 9 نصوص ممكن تختار نص أو نصين أو. طبعا يعني هو في شروط يجب أن تتحقق. يعني أنا هلا بقول يجب أنه يكون في متحقق الشروط الجودة والشروط الفكرية والشروط الإبداعية بالنص 70%. يا ستي عم يتنازل الواحد للـ50% للـ40% أحيانا. يعني أحيانا
للأسف الشديد طبعا هذا ليس إساءة لأحد ولكن الحياة كذلك، أنه أنا أحيانا أختار أفضل الرديء مما يعرض علي. نعم، على الإنترنت قرأت في إحدى غرف الحوار بسام كوسة هذا الفنان لم يأخذ حقه من الشهرة التي يستحقها بجدارة، شو تعليقك على هذا الكلام؟ لا أوافق على هذا الموضوع. هلا قديش أنا بدي من الشهرة؟ أنه بدي أكثر من ذلك؟ إيه ما أخذ حقه، حسب كل واحد ماذا يريد من هذه الشهرة. أنه كون كوني يعني، لا ما عندي هذا التصور. بس ولكن هناك عندي هم آخر، أن ما أفعله يؤدي خدمات للمجتمع اللي عم بشتغل من أجله. هل لديك فهم خاص لفكرة المنافسة في عالم التمثيل أو النجومية لنقول؟ بكل المهن. نعم، بكل المهن في هناك حس المنافسة، وهذا حس مشروع عندما يكون التنافس نبيل وراقي والتنافس إبداعي. أما يكون يعني هذا جو الصحي موجود في عندنا بالوسط الفني. الوسط الفني وين يعني؟ لا هذا ليس موجود الفني. لا بهوليود ولا في فرنسا ولا في السويد ولا في مصر ولا في سوريا ولا بمكان في العالم. شو جو صحي؟ هل تعتبر يعني في شلالية بكل الدنيا وفي مافيات بكل الدنيا، ولكن كل بلد إلى طريقتها. نعم، هل تعتبر نفسك محظوظا كنت بالأدوار التي لعبتها؟ محظوظا بطريقة تفكيري تجاه الأدوار. كيف طريقة التفكير؟ يعني محظوظ طبعا محظوظ. كيفية الإقبال على الأدوار واختيارها وانتقائها؟ كيف يمكن أن أختار الدور؟ بالنسبة للمسلسلات التاريخية، لك وجهة نظر من هذه المسلسلات، والملاحظة أنك لا تشارك في مثل هذه المسلسلات. شاركني مجموعة من الأعمال التاريخية يعني ممكن سريقة. في أدوار ممكن نقول طلعت كضيف شرف أو دور قصير، مثلا رأيناك في الزير سالم دور الملك تبع اليماني مثلا، هل لديك وجهة نظر بال يعني إلى حد ما سأختصر وجهة النظر لأن قلتها كثيرا. أنا يعني الأعمال التاريخية لم تعد يغريني العمل فيها. ليش؟ لمجموعة أسباب. أولاً لم أعد أستمتع بالعمل فيها لظروف العمل بصراحة. يعني واحد بصحراء درجة حرارتها 55 درجة وملصق الشعر على دقنه بالصمغ ولابس القفطان وحاطط العمة وكذا وسيلقي الشعر الرومانسي، يعني أنا لم أعد أستمتع. أنا أحس بأن أي مهنة لإيجادتها يجب أن تحبها وتستمتع فيها لحتى تعطي في يعني أقصى حالي فيه. يعني ما يستطيع الممثل أن يتجاوز الطقس ويتجاوز لا يمكن ويؤدي الدور. لا يمكن، ظروف الإنتاج قاسية، ظروف الإنتاج قاسية، يعني خيل وغبرة ووسخ وعرق وشعر ملصوق على الوجه بالصمغ وكذا وملفوف 100 قماشة وكذا. أنا بحس هذا الشيء يعني لم أستطع بقى أنا أنه أتقبل. والمادة التاريخية مالك موقف منها أو المادة التاريخية اللي مضافا لأنه في عدد كبير من الأعمال التاريخية تختبئ وراء التورية، يعني ما في قدرة على تقول المعاصر فبتروح وراء التاريخ. مضافا لنقطة أنه التاريخ يكتب بشكل كاذب، يعني ده في كثير من الأعمال التاريخية بتشوفي أنت لا, 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 لا تقرأين الحقيقة ولا تقال الحقيقة، تكون مواربة لأسباب عديدة، رقابية، أخلاقية، إنسانية، اجتماعية. فهذا الموضوع أنا برأيي في هناك علاقة إشكالية صفت بيني وبين العمل التاريخي، فقلت لا خلاص أنا ما بدي بقى أرجو أنه لا أضطر للعمل التاريخي. قد ترينني بجوز في المستقبل أن يكون في عمل متوفر في الشروط المناسبة في معين للعمل فيها. نعم. فممكن أما في هذه الظروف في هذا النوع من الكتابة ملكل أنا لا أجزم، لأنه في بصير ظلم في كثير من الأعمال التاريخية محترمة وراقية وجيدة، ولكن في قسم من الأعمال أنا لا أستطيع أنه تعبر عن وجهة نظري تجاه التاريخ. بالمقابل هل تغريك مشاهد مثلا في الأعمال التلفزيونية الجريئة التي شاهدناها مثل بقعة ضوء على المكشوف أو أمل ما في مع الفنان القدير أيضا فايز قزق بهذه المشاهد الومضات ممكن نقول عنها التلفزيونية، شو المغري المغري على كذا صعيد. أولا على المستوى الفكري ففي صار في يعني في رقابة أكثر انفتاحا أن تقولي يعني أكثر ما هو ممكن، وهذا الشيء أنا بعتبره شيء إيجابي. ببقعة الضوء تحديدا الأول والثاني، شاركت أنا بالأول والثاني فقط واعتذرت عن الأجزاء اللي بعدها، وبيع المكشوف وأمل ما في اللي أخرجهم جميعا الفنان
الهام والمخرج هي ليث حجه. نعم. فهذا الموضوع أنا برأيي حتى فنيا ممتع، بحيث أنه هو عبارة عن أفلام قصيرة، أنه خلال 10 دقائق أو ربع ساعة ببقعة ضوء أو عن مكشوف يمكن أن تقولي الشيء الكثير، ملخص ومقتضب في أفضل الحالات مكثف. وأجمل الحالات في تكثيف شديد، في كاركترات متنوعة، في أجواء متنوعة. فهذا بيعطي نوع من الحيوية للعمل وللممثل وللمخرج وللناس، إثراء تماما. بأمل ما في خلال دقيقتين تقولين ما يمكن أن يقال برواية، نعم. وخلال دقيقة يمكن أن تحكي عن تاريخ أمي مثلا، نعم. فهذا كمان كنوع فني مغري جدا للعمل فيه، وحتى للمتلقي فهو ممتع ويوصل لرسائل في غاية الحرارة وفي غاية الصدق والشفافية. فهذا النوع من الفن أنا برأيي جدير بالتعامل معه الآن بحرص شديد، لأنه بدأ يستهلك، نعم. بدأ يشتر نفسه، وبالتالي أنا آثرت الابتعاد عن العمل فيه. تحكمه الأفكار تحديداً بقعة الضوء. نعم. أرجو حاليا عم بيقوم بتجارب بنفس بقعة الضوء وشيء مشابه له وكذا، أرجو أن تكون في هناك تأني ودراية لكي لا يتكرر ولا يشتر نفسه. جديدك جديد بسام كوسا مع الدراما جديد. نعم. خلف القضبان حاليا انتهيت من التصوير من بمسلسل لتأليف الأستاذ الصديق هاني السعدي وإخراج الليث حجه، أول عمل روائي بالنسبة له، أنا أتمنى له بعد هذه التوفيق. المشاهد نعم. بعد هذا النوع من الأعمال وفي مجموعة كتير أثيرة وجميلة وهامة وإلى حضور عند الناس وعند نعم. الممثلين الموجودين. علاقتك بالقصة القصيرة والمقال وأيضا الرواية، رح نرجع لعلاقة الفنان بسام كوسا مع الكتابة بعد قليل. تكتب القصة القصيرة وأيضا المقال، يعني علاقتك بالكتابة؟ علاقتي بالكتابة علاقة مزاجية ليست احترافية، يعني أنا المجموعة القصصية الوحيدة واليتيمة اللي أصدرتها هي عبارة عن عدد من القصص القصيرة نشرتها في الدوريات المحلية والعربية، وانتخبت منهم يعني 8-9 قصص 10 قصص وأصدرتهم مجموعة يعني. بالمقال أحيانا يلفت نظر الشيء في المجتمع فأحس بالمسؤولية للتعبير عن هذا الشيء فأكتب المقال أحيانا. تغريك الرواية وتقول حلمي أن أكتب رواية؟ طبعا، وما رح أقدر، أعتقد أنه لن أستطيع. شاركت إلى جانب الصحفي الكبير والكاتب طلال سلمان وإلياس خوري الروائي وطلال حيدر الشاعر وفيصل دراج الناقد في تأبين الروائي الراحل عبد الرحمن منيف، وقرأت مقاطع من أعماله وقمت وساهمت في بناء قبره أيضا. علاقتك بالروائي عبد الرحمن هو منيف؟ الروائي الهام والإنسان الهام عبد الرحمن منيف هو من القلائل اللي صادفتهم بحياتي لهم ليس هناك فارق بين حالتهم الإبداعية وحالتهم الإنسانية اليومية، يعني في هناك هارموني وانسجام في غاية الجمال، وهذا لا يمكن أن يتكرر كثيرا. أكيد. يعني هذا الرجل أنا برأيي هو إضافة ثرة للمكتبة العربية وللذائقة العربية وحتى المكتب السياسي. أنا بعتبره من الأصوات الهامة جدا والتي سيكون لها سنوات عديدة في الخلود يعني. نعم. وكبيرة. كيف جاءت فكرة عمل قبر له أو شاهدة قبر؟ كانت وصية منه يعني؟ يعني لا، هو في عندي بعض الأعمال في المنزل، في إحدى المرات يعني كان في زيارات هيك ولو كانت قليلة ولكن هامة، فأعجب بالأعمال التي صنعتها المنحوتات الباقية يعني عندي، لأنه تركت النحت نهائيا. فزوجته السيدة سعاد فالراقية طلبت مني من موقع صداقي ونبيل، وأنا هذا الشيء احترمته وحسيت بالفخر فيه، أن أصمم قبر هذا الكاتب الكبير، فصممته بالطريقة البسيطة التي يتمناها كما أعتقد،
وصبة برونز، وبعتقد أنه هذا أقل شيء يمكن أن أقدمه لرجل من هذا النوع. نعم، إذا رجعنا إلى البدء ربما إلى المسرح والسينما بعد عشاء الوداع، هل كان لك عرض آخر مسرحي؟ ذكرت بأنه سيكون هناك البونسرز أعتقد للكاتب الراحل ممدوح أدوان. لم ينجز، ليس له علاقة، ماذا دخل إعداد الكاتب؟ لا لا لا، كان ممكن يترجمه فقط يعني. نعم إعداده هو النص بعد ما اطلعت على ترجمته، ولم يترجمه ممدوح، ترجمه شخص آخر. نعم. ترجمته بنت حماي بلندن عايشة، بشكرها يعني، يعني تعبتها، بس بعد الترجمة قرأته فأحسست بأنه لا يناسب أن أقدمه على المسرح، يعني مو هذا همي يعني. وبذلك أثرت أن لا أعمل هذا العمل. والآن أنا بصدد التحضير لعمل أعتقد بأني جاد في إخراجه هذا العام إذا كانت الظروف مناسبة. هلأ عنوانه هو لبيتر شاور كاتب بريطاني، عنوانه هو الكوميديا السوداء. طبعا بحاجة لإعداد وأدابتيشن، وبحاجة لوضع المحللي يعني يسوي محلي. نعم. فهذا سيأخذ وقت مني، فإذا كان ظروف مواتية وأنجز النص أعتقد أنه سيكون إنتاجه في هذا العام. جميل. بالنسبة للسينما يعني بعد الكواكبي وبعد تجربتك أيضا دواليك وسهرة مهذبة، في شيء يعني في موقف من السينما أو ابتعاد عن السينما، في موقف معين مع إدارة السينما والقائمين على السينما في سوريا ابتعدت أم بعدت أم؟ يعني هي أنا الموضوع حاكي فيه بأكثر من لقاء، فسأوجزه أنه نعم. هذه المؤسسة لم تعد تعنيني ضمن هذه الآلية من التفكير. أنا برأيي يجب إعادة هيكلة هذا النوع من المؤسسات الثقافية ووضع أشخاص مناسبين في مكانهم وتفعيلها على المستوى اللائق. يعني نحن في سوريا في 20 مليون تقريبا، يجب أن تنتج المؤسسة العامة للسينما أكثر من ذلك، يعني مو تكون إنه همومة فقط إنه والله أنجزت فيلم، يجب أن يكون في هناك صالات سينما مثل كل عباد الله الموجودين. يعني صار بالنسبة إلي أنا أحس بالكلام اللي عم بقوله صار عم يزعجني وبيزعج اللي عم يسمعه، ودائما يقال ما هو الحل، فصارت كل العالم تعرف شو الحل. وأرجو أن ينتبهوا لمسألة هؤلاء الذين لهم علاقة في هذه المؤسسة. نعم. أن جملة أهل مكة أدرى بشعابها يجب أن يعيدون الاعتبار لهذا المفهوم. هذا الكلام مردود عليهم. أهل مكة وأهل جوار مكة وكلنا معنيين بالحالة الثقافية، السينما لنا وليست لهم. هن ناس جزء من الحراك السينمائي وهم محترمين وألهم خدماتهم، ولكن للآخر حق في إبداء الرأي وتصليح ما هو خربان يعني. فأنا برأيي السينما هي ملك الناس وملك الحركة الثقافية كلها وملك الشارع، فنحن بحاجة لأنه نشارك أنفسنا ولا نتمترس وراء مؤسسة لكي فقط أنه والله نحافظ على امتيازاتها لأنفسنا. هذا صار مكشوف ومعيب وليس مهما. نعم. لأن الناس الموجودين قادرين أن يكونوا في أفضل حالة ممكنة، إن كان إنتاجيا وإن كان إنسانيا وإن كان أخلاقيا. فأنا أستغرب أنه لحد الآن ما عندنا صالة سينما جيدة. اختارك مهرجان الفيلم العربي في روتردام عام 2004 لتكون عضوا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية إلى جانب المخرج المصري خيري بشارة والمخرج التونسي رضا الباهي والناقد السينمائي الهولندي رونالد أوكهازن. يعني هذه التجربة كيف تقييمك لها بعد أن شاركت فيها؟ يعني شوي انتشلناك من الألم والوجع، حسينا لا لا هو هو لمسنا جرح بس بالنسبة للسينما السورية. الموضوع اللي حكيتيه هو ينطبق على معظم المؤسسات. نعم. الثقافية عنا هي بحاجة إعادة هيكلة، وهذا نحن قادمين عليه في سوريا. في هناك بشائر لأنه إعادة هيكلة المؤسسات لتفعيلها بالشكل الإيجابي، وهذا شيء مطمئن يعني. نعم. تجربتك في روتردام؟ تجربتي بروتردام أنا يعني هي تجربة كانت هامة جدا. سبق قبل هذه التجربة بعامين، يعني قبل هذه التجربة بعام يعني 2003، فكنت كمان دعيت عضو لجنة التحكيم في مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي،
وكانت التجربتين غنيات جدا وهمت وأضافت لي يعني إضافة معرفية، لأنه تجربة ما بعرفها أن أكون عضو لجنة التحكيم، يعني دائما أنا يحكم تجاه أعمالي، فأنا وقعت في مكان أنا من سيحكم أعمال الآخرين. فهي تجربة كتير هامة. نعم. كتير أعطتني مفاتيح هامة وكتير أعطتني طريقة تفكير. جميل. تجاه رؤية العمل الفني. نعم. بسام كوسا الزوج الأب، هل ثمة جينات إبداعية موجودة في أولادك؟ هل أنا لا كتير ما كتير بؤمن تستشعر بهذه الأشياء؟ لا كتير أؤمن بفرخ البط عوام، هي أنا برأيي أصابتنا ببلاءات هائلة. إنه فرخ البط عوام، لا مو شرط دائما عوام يعني. هل تستشرف شيء فيهم؟ هذه على راحتهم يعني. أنا لا بدي أضغط على أي ولد من أولادي إن كان ثائر أو وجد باتجاه إنه يروحوا بهذا الاتجاه، إذا كان خياراتهم هن الإنسانية والوجدانية أخذتهم في أي اتجاه فهذا شأنهم. هم حابين هذا العالم يعني من خلال مثلا هن لهم رأيهم يعني، يعني هن رأيهم بريء وبدائي يعني متابعتهم. نعم. فأنا بتابع بعض الأعمال وكذا، في كل لهم وجهة نظر، أعتقد أن يعني دائما في هناك نقاش بيني وبينه يعني كيف تصنع هذه اللقطة وكيف كذا، ومسألة تعرفي الطفل أنه الدم القتل الكذا يعني كل هذه الأشياء ممكن أنا أوضح لهم إياها يعني كيف ممكن تتم بالطريقة اللي ممكن يفهموها. فهن يعني أطفال عاديين كتير وعلاقتهم هلأ بالمدرسة وبالحياة وبيلعبوا كتير وكذا يعني بكير إذا كان هن بدي يساوي شيء ف بكير عليك. الفنان بسام كوسا، احنا شاكرين لك حضورك معنا حقيقة ببرنامج نلتقي، وهذا اللقاء أسعدنا خصوصا وان احنا يعني استشفينا فيك روح الفنان يعني ما راح نقول الملتزم بقدر ما هو يحمل هم ومسكون بقضية الفن ممكن نقول، وفي المشهد الثقافي أو الفني العام. يمكن الأوجاع كثيرة وإحنا لمسنا يعني بعضها. يعني هو نحن دائما المجتمعات تتطور عبر المؤسسات. نعم. دائما ودائما همومنا هلأ أهم مسألة، أنا لما بحكي عن مؤسسات إن كان ثقافية أو غيرها لازم يعرف الجميع أنه أنا لا أطمح لاستلام أي منصب لأنه أنا ما خرجي، بس أنا بقول أنه لازم ينحط ناس في مكانهم الصحيح إن كان في مديرية المسارح ولا المؤسسة العامة للسينما. نعم. ولا المعهد العالي للفنون المسرحية ولا كذا ولا. نعم. كذا ولا، لأنه هذا هم يعنينا جميعا. نعم. أسعدنا اللقاء بك وبحضورك معنا بالاستوديو. شكرا لكم وشكرا لهذا البرنامج الهام وشكرا لكل اللي ساهموا فيه. شكرا لك وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان. نلتقي مع بروين حبيب يتجدد معكم أسبوعيا، إلى اللقاء.